عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده وعواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه وباش ما كتمنوا. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. اول شيء ترحب بكم في القناه وكنرحب بالناس جداد لي اول مره كيشوفوا القناه ديالي. ما تنسوش انكم تنضموا للعائله ديالنا وتشتركوا وتضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وكذلك ما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد الوصفات. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم واحد الوصفه اللي رائعه بامتياز، واللي انا مجرباها وعطاتني نتيجه زوينه، غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله. واخا غتجيكم غريبه شي شويه ولكن جربوها وعاد حكموا. يعني اي وحده شافت الفيديو ديالي تمشي تجرب هذه الوصفه وعاد ترجع عندي للتعليقات تقول لي النتيجه اللي حصلت عليها. كيف ما شفتوا في العنوان غنشارك معكم وصفه لمزيل للعرق طبيعي. كيف ما كتعرفوا اننا في فصل الصيف يعني تنعقوا بزاف، كاين اللي كيسبب ليه المشكل ديال العرق، يعني كل خطره خصو يغير الملابس وكذلك ياخذ دوش. فهاد الطريقه هذه زوينه بزاف، يعني كتقضي على الرائحه ديال العرق، وخا تتعرقوا ما كتبقاش ديك الريحه خايبه ديال العرق. فقط البنات باللفت، اللفت زوين بزاف. وهاد الطريقه كانت يعني خبرتني بها واحد السيده من العائله، وشحال هذه استعملتها وعطاتني نتيجه زوينه. اليوم كتاب اللي غنشاركها مع البنات، ونتمنى حتى نتوما تجربوها وتفيدكم بزاف. فاول شيء تناخذوا اللفت البنات هذا الابيض، يعني اللفت هذا الابيض هو اللي غادي نستعملوه ان شاء الله في الوصفه، ماشي شي نوع اخر ديال اللفت، داك الصفار ولا داك اللفت الرقيق. المهم هذا اللفت هذا الابيض البنات هو اللي غادي نستعملوه. تناخذوا واحد اللفته هكا وغادي نقشروها كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. فخليكم معايا حتى لاخر فيديو البنات، لانني غنشارك معكم حتى واحد المقشر رائع للابطين. وهذه الوصفه تتبيض وتتحيد العرق، يعني في آن واحد، يعني كتفيدك بزاف بزاف، تتحيد لك العرق وكتبيض لك الابطين ديالك. وغنشارك معكم بزاف النصائح ان شاء الله اللي غتعجبكم بزاف البنات. وما تنسوش تخليوا لي اللايكات ديالكم هكا باش تدعموني اكثر، ونبقى نحط لكم ان شاء الله المزيد من الوصفات. وكذلك ما تنسوش تشاركوا هذه الوصفه هذه مع العائله والاقارب باش كلشي يستافدوا منها، لانها زوينه بزاف وغتفيد الجميع ان شاء الله. بعد ناخذ داك اللفت اللي قشرنا البنات وكنحكوه في الحكاكه الرقيقه، ديك الحكاكه اللي كتكون رقيقه هي اللي غادي نحكوا فيها اللفت. انا دابا غادي نستمر البنات حتى نحك هاد اللفته اللي عندي، مهم، وغنرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باقي المراحل. وما تنسوش البنات دوزوا عندي المنتدى، راه دائما كنشارك معكم اقتراحات على الوصفات اللي تبغوني نشاركها معكم في القناه. ما عليكم الا تصوتوا لي على الوصفه اللي بغيتوا، اولا تكتبوها لي في التعليق لو بغيتوا شي وصفه، ان شاء الله نشارك معكم جميع الوصفات اللي نتوما باغين. فمرحبا والف مرحبا بكل التعليقات ديالكم. المهم البنات دابا من بعد ما غادي نسالي الكميه اللي عندي، هذه ديال اللفت حكيتها كامله، هذيك اللفته عطاتني هذا القياس هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه كيفاش غادي نحضروا ان شاء الله هاد الوصفه. فالوصفه سهله البنات، المكونات ديالها متوفرين في كاع البيوت، ساهله ماهله. تتاخذ واحد الكاسرونه وتديروا فيها هاد اللفته اللي حكيتو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي هنايا نحتاجوا البنات الروز الابيض العادي، انا غنوريه لكم. بالنسبه للروز يعني الا بغيتوا هاد الوصفه ديروها في الخلاط الكهربائي غادي ديروا الروز عادي، يعني بلا ما يكون مطحون. بغيتوا تستعملوها كما غنستعملها انا وغنصفيها في الصفايه، غادي ديروا الروز مطحون. المهم تيبقى لكم الاختيار، ولكن هاد الطريقه احسن. المهم انا درت هنايا الماء البنات، غندير كاس ديال الماء تقريبا البنات، يعني كاس ديال الماء كبير كيف ما شفتوا معايا. انا غنضيف هنايا شويه ودابا غادي نضيف الروز العادي البنات، الروز الابيض. مهم الى عندكم الروز هكا يعني ما مطحونش غتستعملوه هكا، الى عندكم الروز مطحون يستحسن، يعني غيجيكم تجيكم الوصفه زوينه بزاف. يعني كيف ما كنستعملها انا كنستعملها بالروز مطحون لانه كيعطي نتيجه زوينه البنات الروز، وكيبيض لينا الابطين ديالنا، وحتى اللفت حتى هو البنات مبيض قوي للبشره وللجسم، يعني كيعطينا واحد التبييض زوين بزاف، وخصوصا ديك الزروقيه والكحوليه اللي كتكون في الابطين، اللي كتكون قابطه يعني ما كتبغيش تحيد،
فهاد الوصفه هذه غتهنيك من الريحه ديال العرق وتهنيك حتى من الكحوليه والزروقيه، غيوليو الابطين ديالك بايضين البنات. وجربوا الوصفه وترحموني عليها وتشكروني عليها بزاف بزاف، لانني متاكده منها زوينه، والحاجه اللي كنكون مجرباها راه كنكون يعني متاكده منها، داكشي اش كنشاركها معاكم في القناه. دابا درت ملعقه كبيره البنات ديال الرز مطحون، وغادي ندي هادشي على النار نخليه حتى يطيب مزيان البنات لمده ديال 20 دقيقه على نار متوسطه، وغادي ان شاء الله نرجع معاكم باش نكملوا يعني التحضير ديال الوصفه ديالنا، وتشوفوا معايا كيفاش غنستعملوها ان شاء الله. وخليكم معايا البنات حتى لاخر الفيديو. ودابا البنات انا رجعت معاكم من بعد ما طاب لي داك الروز مع اللفت. انا بدلت الكاسرونه لان جاتني صغيره، المهم درت هذه. المهم حتى كيطيب مزيان هانتوما كيشوفوا معايا، يعني كيولي بحال الزبده داك الروز مع اللفت، تيولي كيطيب مزيان، ما كيبقاش تيبان اللفت محكوك، يعني كيطيب. المهم البنات نتمنى تكونوا فهمتوني، تيطيب مزيان. ومن بعد خليته تبرد البنات، عاد راني تنصفي فيه، غنصفيه في الصفايه بلا ما تطحنوها البنات، بلا ما تطحنو، لانه تيكون كيطيب تيطيب مزيان صافي، ما يحتاجش انكم تطحنوه. مي الا ما حكيتوش اللفت، درتو غير طريفات اللفت ودرتو الرز حبوب، وكذلك درتو اللفت يعني ما حكيتوش، هذيك الساعه ممكن انكم تطحنوه في الخلاط الكهربائي. مي بهذه الطريقه هذه غادي غير تصفيوه في الصفايه. المهم انا غنستمر البنات تنصفيه بهذه الطريقه هذه، تناخذوا داك الكريم اللي حصلنا عليه ديال الروز مع اللفت، وغادي نحيدو غير هذا الشيء اللي كيبقى لينا لاصق في الصفايه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كنصفيو مزيان كنحيدو غير هذا الشيء. ومن بعد ان شاء الله ملي غنكمل غنرجع معكم البنات باش نكملوا الوصفه ديالنا. صافي البنات انا رجعت معاكم كيف ما شفتوا معايا، هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه، يعني بحال الكريمه البنات. دابا غادي ناخذ واحد القرعه، مهم تكون شي قرعه ديال الزاج او لا شي حك ديال شي كريم عندكم، مهم شي حاجه تكون محكمه الاغلاق، شي حاجه تكون كتسد مزيان. وغادي نديرو فيها هاد الخليط ديال هاد الرز مع اللفت بهذا الشكل هذا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، كيجينا بهذا الشكل هذا. ودابا البنات غندوز نعطيكم واحد المقشر رائع 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 جدا في تبييض الابطين، وغنوريكم في اخر الفيديو ان شاء الله غنقول لكم كيفاش غادي تستعملوا الكريم اللي حضرناه، وكذلك كيفاش غتستعملوا المقشر. بالنسبه للمقشر تيحيد لك الخلايا ديال الجلد الميته اللي كتكون في الابطين، كذلك يساهم بشكل كبير في تفتيح الابطين، تيحيد الزروقيه الكحال التصبغات اللي عندك شي بقع داكنه اللي عندك، كذلك تيوحد اللون ديال الابطين، كتحصلي على لون ابطين ابيض يعني كالثلج البنات، وغتخلصوا نهائيا من الاسمرار ديال الابطين واي حاجه عندك في الابطين ديالك. غادي ندير هنايا كيف ما شفتوا معايا تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال داك اللي تبقى لينا من اللفت، وغادي نضيفوا عليه الحامض او الليمون البنات، وغنضيفوا البنات السكر، سكر سنيده او سكر حبيبات، وغتفركي الابطين ديالك مزيان بهذا المقشر هذا. غادي تخليه لمده 10 دقائق على الابطين ديالك، وغادي تغسلي وغادي تنشفي بالفوطه وتستعملي هذا الكريم اللي حضرنا ديال اللفت مع الرز. مبيض البنات، مفتح للابطين، يزيل التصبغات البقع الداكنه، مع الاستمرار عليه ما غتبقاش لك الكحوليه والزروقيه في الابطين ديالك نهائيا، كذلك غيخلصك من الرائحه ديال العرق بصفه نهائيه. غادي تداومي عليه كيف ما كتستعملي مزيل العرق، غتستعملي هذا الكريم هذا ان شاء الله، وغادي تحتفظي به في الثلاجه لمده ديال اسبوع، غتستعمليه كيف ما كتستعملي مزيل ديال العرق. اما بالنسبه للوصفه المقشر غتستعمليها مره في الاسبوع. ونتمنى البنات ان شاء الله ملي تجربوه ترجعوا عندي التعليقات تقولوا لي النتيجه ان شاء الله اللي حصلتوا عليها، ونتمنى كذلك تبارطاجيو الوصفه، لان بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا المشكل ديال العرق، وتيمحنهم بزاف العرق خصوصا في هذا الفصل ديال الصيف اللي تنعرقوا بزاف وكاين الحراره. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الوصفه باش تعم الفائده ويستافدوا منها جميع الناس. ولهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف البنات على الدعم والمتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وفي امان الله.